اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك في القناه، تضغطوا على كلمه اشتراك وجنبها في جرس كده، يا ريت تضغطوا عليه. النهارده ان شاء الله هناخد حاجه كده جديده شويه. انا حابه ان الفرنساوي ادخله في كل حاجه في حياتنا، يعني سواء هاند ميد، سواء فيديو تعليمي بحت زي ما انا عملت قبل كده عادي، او زي ما قلت اعمل هاند ميد، او اعمل منه ايه، او حتى لو روتين تشجيع مع بعض برضو هنتعلم منه برضو في اخره مثلا كلمة استخدمناها في الفيديو بالفرنساوي. تمام؟ إيه، انا حابة يعني يكون قناتي مختلفة شوية، يعني مبقاش مجرد روتين وخلاص بنعمله، ما يبقاش مجرد اعمال هاند ميد وخلاص، لا يعني نطلع حتى بكلمة حتى من الفيديو، يبقى منه اتعلمنا حاجة نعملها بايدينا او حاجة بنعملها في بيتنا، وكمان كلمة برضو بالفرنساوي بنتعلمها مع بعض. تمام؟ انا هنا بوريكو شرايط الستان اللي عندي، بتجيبيها من عند محلات الخيوط، اي محل خيوط. انا بوريكو اهو اللي عندي، يعني في منها رفيع في منها عريض، انت بقى اللي بتختاري، يعني في كل حاجة تختاري اللي انت حباه. وممكن على فكرة بتشتري منها بالمتر برضو، يعني بحيث لو مش عاوزة لون واحد، عاوزة اكتر من لون يبقى عندك، ممكن تشتريها برضو. انا كنت بشتريها بالمتر. تمام؟ بوريكم الحاجات اللي انا عملتها منه قبل كده، عملت حاجات تانية كتير برضو، بس ايه يعني ده اللي لقيته في الفيديو. يعني النهاردة ده انسيال انا كنت عاملاه من الوردة، كنت عاملاه كله حتى اللي هو السلسلة اللي فيه كل حاجة. نشوف شكلها كيوت ازاي وجميل، حلوة قوي. وعاملة منها زي ما وريتكم اهو، في بروش كمان اهو، انت عاملة منها بروش برضو، بتحطيه على الطرحة بتاعتك، بيبقى شكله جميل قوي ومختلف. اول خطوه هبوريها لكم، بفرد شريط الستان على ايدي كده، بقوم تانيه صغيره زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. تمام؟ اهو بعمله معاكم تاني، اهو اهو بفرده بتنيه تانيه، وتبداي بقى تبرومي اهو زي ما انت شايفه قدامك كده. ابرومي يعني لفيه، اقعدي لفي 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 شويه كده، حلوين ماشي. وطبعا تمسكيه بايدك بالجامد شويه عشان ايه ما يفكش منك، يعني احكميه شويه. تمام؟ اهو بقعد الف فيه اهو زي ما انتم شايفين شويه. نبدا بقى من هنا، اهو شايفه ايدي، ابداي اتنيه تانيه كده من ورا ولفي. هي هتبان لكم شويه اهو، مش باينه هنا قوي، هتبان لكم اهو دلوقتي اهو، تانية وتلفي اهو، ترجع الورا كده تانية كده اهو اهو اهي، ولفي تانية اهي من ورا بايدك من ورا كده اهو ولفي. برضو تانية ونلف، وهكذا بقى. انت تفضلي تعملي كده لحد ما ايه، يعني تشوفي بقى انت الوردة يعني تحبيها لحد تكون كبيرة، يعني تكون صغيرة، انت اللي بتتحكمي فيها بقى في الحجم بتاعها، في المقاس بتاعها يعني. تمام؟ جبت خيط وإبرة. طبعا الخيط يعني جيبي نفس لون الوردة عشان ايه ما يبانش، وكمان تعمليه بحرص من تحت. انا ممكن على فكرة يتعمل بالشمع برضو كل الخطوات دي، لكن انا جربتها قبل كده بالشمع، مع الوقت بيفك برضو، بيبقى اي حتى لو كنت حريصة برضو، فلقيت الخيط والابرة انجح من الشمع. بتقعدي بقى من تحت طبعا، ما تخلوش يبان من الوش خالص ان انت عاملة اي خياطة، من تحت اهو بتقعدي تخيطي الخيط اللي هو ايه، ان انت تثبتيها، مش ان انت يعني مش بنخيطها يعني لا، احنا بنثبتها عشان تبقى ايه، تبقى ممسوكة حلوة كده.
ماشي. اهو بالخيط برضو اهو، كل شوية بحاول اثبتها شوية. طبعا دي ايد بنوتي اللي جنبي، هي ما كانتش مخليني اصور خالص يعني. هي بتحب تشاركني في كل حاجة حبيبتي. بعد خيطها بقى لحد ما ايه يعني اخليها كده ممسوكة حلوة قوي، وفي نفس الوقت ما بينش ان انا مخيطاها. يعني هي الشطارة في كده بقى، ما تبينيش ان انت مخيطاها حتى خالص يعني. اهو انا قاعدة بخيط فيها اهو، شوف شكلها حلو ازاي، شوفوا جميلة. بشجع نفسي انا. جبت هنا بقى من شريط تاني كده كان عندي، لونه اخضر، شريط ستان برضو، قمت عاملاه على شكل ورقة شجر، قصيته عادي بالمقص عادي خالص يعني. وقمت ايه، شوفوا هعمل ايه دلوقتي، جبت قلم رصاص وهرسم عليه كده على القماشة كده شكل اللي هو عارفين ورقة الشجر من جواها كده، هتشوفوها دلوقتي اهو. شايفين بوريهولكوا اهو، شكلها حلو قوي. هجيب الوردة بقى اللي انا عملتها الجميلة دي وهحطه فيها، هلزقه فيها، هلزقه بقى بالايه ده بقى، هلزقه بالشمع يعني. ممكن لا انا هخيطه الاول وبعدين هداري بقى اللي ورا اللي انا عملته الخياطة دي كلها، هتشوفوا هعمل ايه دلوقتي. اهو انا بخيطه اهو برضو مع الوردة. اهو قاعدة بخيط فيه بخيط فيه، تمام. انا بوريلكم كل حاجه يعني ممكن كنت اسرعه، لكن انا حابه ان بالظبط عشان تبقوا ايه، تبقوا فاهمين انا بعمل ايه، ما يبقاش خطوه مثلا تقولوا انا ما ورتيناش دي معموله ازاي او كده، لا انا حابه اوريلكم بالتفصيل كل حاجه. اهو جبت شريط تاني من نفس اللون اهو، بنوتي طبعا حبيبتي بتساعدني. شوفوا اهو، داريت بقى اللي انا عملت طبعا الشمع ده بنشيله اهو، الحته اللي باينه دي بداريها من ورا بحيث ان يبقى الفينش من ورا شكله حلو، مش يبقى شكله ان هو خياطه ورا وكده يعني. كده خلصنا الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتضغطوا يعني زر الاشتراك ده، يعني يا ريت، انا ملاحظه ان انتم ما بتاخدوش بالكم منه خالص يعني، اللي فوق الاشتراك في القناه، يا ريت تشتركوا فيها وتضغطوا زي ما قلت على زر الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد يظهر لكم في الاشعارات. وشجعوني بقى كده وقولوا لي ايه رأيكم، تكتبوا لي تحت يعني تحبوا الانواع دي من الفيديوهات ولا ايه، ولا نخلينا بس ان هو شرح فرنسا ومش اكتر كده وخلاص عادي، ولا زي ما انا بقول ان احنا ندخله في حياتنا في حاجات سواء هاند ميد او زي ما انا قلت يعني في المقدمة عشان ما اتكلمش كتير. لو حابين كده وعرفوني يعني، اكتبوا لي كده شاركوني، عرفوني انتوا رأيكم ايه، يعني حلو الفيديو ولا ايه، شوفوا كده يعني قولوا لي، تمام. وما تنسوش بقى زي ما قلنا، خلاص وباي باي.
نسيت اقول لكم الكلمه اللي اخدناها النهارده هي ورده من ورده الستان. يعني ايه بقى؟ يعني une fleur en satin, une fleur en satin, une fleur en satin. باي باي.